واكل فيك يا سيس، تطلع على ظهرك يا سيس، تتعزل من البلد دي يا سيس، ما حد يشوف لك شك. يا رب يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، بركة المغرب المغرب والوقت المقروب. خالد عرفات تهمته انه بيدافع عن ارضه، عن ارض النوبه، الارض اللي بيملكوها ابا عن جدا، واللي خدوها تعويض نتيجه ارضهم الاصليه اللي هم مش قادرين ينسوها ولا طلع الجرح ده من قلبهم لسه. فالمصر بتحط عليهم جرح فوق الجرح. ارض اللي بيملكوا كل المستندات التي تثبت حقهم فيها. كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، برضه هذه ختم الدولة كده. دي يا اخواننا وريناكم الورق كله، كل الورق دي، الورق ده لو احنا مزورينها، الورق ده لو في حد فينا مزور الورق ده احبسه. احنا مطلعين ورق اهو يا اخواننا، وريناكم الورق، واي حد عايز يستفسر، اي جهة عايزة تستفسر الورق معانا موجود. احنا بقى عايزين سؤال واحد بقى تسألوه دلوقتي، كل الناس بتسألنا على الورق، مفيش حد سأل سويرس على الورق بتاعك فين. يعني عشان سويرس دافع فلوس، عشان سويرس، ما هو احنا عايزين نعرف الورق اللي اشتري، ما هو ممكن يكون، ما احنا عايزين نشوف بقى مين فينا المزور، في ورق مزور، يا اما ورقنا احنا اللي مزور، يا اما ورق سويرس اللي مزور. احنا بقى بنقول للخبراء، ما طلعش ورقه لحد دلوقتي. ما احنا بنقول للخبراء وبنقول للناس وبنقول للشعب، على فكره احنا بنقول للراي العام، احنا بنكلم الراي العام، بنخاطب الراي العام، بنخاطب الراي العام، بنقول له هل احنا، لو احنا، احنا بس عايزين حد يسال، حد مسؤول، حد خايف على البلد، حد خايف على البلد، حد وطني يساله، يقول له آمون، جزيرة آمون هي قد إيه عشان ينزل فيها حفارات ولوادم؟ ما هو الداعي؟ نفسنا نعرف يعني الحفارات واللوادم دي بتعمل إيه؟ والحجارة اللي بتطلع على العبارات دي بتطلع لمين؟ بعد الناس يقول لك طولت قوي في النوبة. يا جماعة هو في أغلى من الأرض. انت متخيل ان ده، الناس دي، ده حدث عادي كده؟ بقول لك لسه جرح يا تهجير الاولاني اللي كان بسبب السد العالي، ما زال لم يضمر في قلوبهم. نيجي تاني ندوس عليهم، انتوا ايه؟ عايز تعرف حكايه التهجير في مصر وتهجير الناس من بيوتها؟ القصه لخصها واحد من اهالي الاقصر كرنك وهو بيتهجر من بيته. لا انسى ليه تلك الكلمه اطلاقا لما قال الكل هيجي عليه الدور عاجلا ام اجلا، مفيش حد في امان. زي ما انتم شايفين الحكومه بتجري ورا الاهالي، بيمسكوهم، عايزين يمسكوهم عشان يعتقلوهم. اهو شوفوا اتفرجوا، الحكومة اللي بتاخد مننا احنا، بتاخد مننا احنا فلوس كشعب عشان خاطر تحمينا، هي اللي بتضربنا وهي اللي بتطلعنا بتهجرنا بره بيوتنا. اتفرجوا على الحكومة، الحكومة بتعمل ايه؟ اتفرجوا، اتفرجوا على الحكومة، اتفرجوا، عشان كل واحد ساكت هيتحاسب على حاجة زي كده. كل واحد في يوم من الأيام هيوقف قدام ربنا ويسكت ويقول أنا ساكت على الظلم. أهو الظلم أهو أنتوا شايفينه، صبرتوا مرة واثنين وثلاثة وهتستاهلوا وتاخدوا فوق دماغكم. المرة دي مش هنيجي على العاصمة بس وعلى أهالي كرنك بس، لأ هتبقى على جميع الأهالي. اضربوا زي ما أنتوا شايفين، هتبقى على مصر كلها عشان أنتوا اللي عايزين كده، أنتوا اللي وصلتوا للشعب كشعب رخيص بالمنظر ده. القاعدة، في قواعد بتحكم مصر دلوقتي، قواعد حاكمة، قواعد ظلم حاكمة، ومن أهمها لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. قصة شهيرة جدا جدا.
بالله عليكم هذه القصة بتاعت الثور الأبيض شربوها لعيالكم، شربوها لعيالكم وقول لهم اللي هيسكت على الظلم النهاردة بكرة هيدوقوا بكرة، وما كان ربك نسيا. ضربوا علي، يا عم ما نعرفوش خلينا احنا في حالنا. ضربوا ياسين، ياسين ده برضو ما كانش عاجبني مش مشكلة. ضربوا محمد، ده بدقن وعيل ملزق كده وخلاص. دخلوا حارة الفتوة، الحارة دي على بعد 7 حارات مننا يا عم، خلينا عشان يلعب يلعب. على نصة الشارع يا عم، مش هيخشوا، احنا ناس محترمين وما يفوقش الا هو والعصايه فوق دماغ اهله، على اساس انه لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. اكتر سؤال بيتسال من كل اشقائنا العرب من كل انحاء العالم، كيف يحتمل المصريون كل هذا الظلم بجد؟ يعني ما بلاقيش إجابة مقنعة بجد برضو، يعني 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 بجاوب، صدقني بجاوب، بس ما بقاش مقتنع أنا بنسبة 100%. فما بعتقد انه اللي انا بوجه له بوجه لي كلامه كمان مش بيبقى مقتنع. كيف نصمت على كل هذا الظلم في مصر؟ مصر انت مش في امان، استرخصوا ملكية اخوك هيسترخصوك، استرخصوا دمه هيسترخصوك، استرخصوا حريته هيسترخصوك. هي دي الحكاية، هي دي الحدوت، على رأي ابن النوبة، ابن أسوان. هو ابن النوبة ولا أسوان؟ محمد منير. هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية. أهالي النوبة يهجرون للمرة الثانية، عليه العوض ومنه العوض. تقع المنطقة النوبية جنوب مدينة أسوان وحتى مدينة الخرطوم، وقد اختلف العلماء والكتاب المعاصرين كثيرا حول الأصول القديمة للإنسان النوبي، ويتفرع النوبيون إلى عدة فصائل صغيرة شأنهم في ذلك شأن معظم القبائل الجنوبية الكبيرة. وسبب هذا التقسيم يرجع إلى العامل الجغرافي وطبيعة المنطقة التي اقتضت بتوزيع السكان في مجموعات صغيرة، استقرت كل منهما في جزء معين من الإقليم النوبي بعيداً عن المجموعات الأخرى. وبالعودة إلى ملامح تاريخية، نرى بأن أول تقسيم للنوبة أجري عقب اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر، وتم بموجبها إعلان إلغاء سيادة الدولة العثمانية في السودان، الأمر الذي أضر بوحدة بلاد النوبة السياسية لينتج عنها قسمين أساسيين، النوبة السودانية وتمتد داخل السودان، والنوبة المصرية وتمتد من الحدود السودانية وحتى أسوان. ومن هنا بدأت معاناة النوبيين مع التهجير، بداية هجرة أول نوبي مع بناء خزان أسوان في عام 1902، الذي ارتفع معه منسوب المياه خلف الخزان ليغرق 10 قرى نوبية فيهجر سكانها، يتلوها عام 1912 لتحدث التعلية الأولى للخزان وارتفاع منسوب المياه ليغرق 8 قرى أخرى، يتلوها عام 1912 لتحدث التعلية الأولى للخزان وارتفع منسوب المياه ليغرق 8 قرى أخرى، ويجيء العام 1933 لتحدث التعلية الثانية للخزان لتغرق 10 قرى نوبية أيضا ويهجر أصحابها. إلا أن المعاناة الأكبر حدثت عقب تنفيذ السد العالي في عام 1959 في عهد جمال عبد الناصر، الذي وقع على اتفاقية نهر النيل مع السودان، لينتج بعدها منطقة حلفا الواقعة شمال السودان غارقة عن بكرة أبيها،
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب، فمع بداية الحصر عام 1960 الذي صنفهم ما بين مقيم ومغترب، وحدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، ليقضي الناصر بعدها على مقابلة النوبيين وإلقاء خطابا ناريا، ولكنها بقيت كلمات تذرها الرياح. فبعد 3 سنوات من الخطاب بدأت هجرة النوبيين تاركة جرح لا يندمج، حتى بعد مرور أكثر من 5 عقود، حيث جاءت الهجرة في ظروف صعبة بالنسبة للأهالي، خاصة مع أسلوب الشحن البدائي لهم مع أمتعتهم وماشيتهم وحاجتهم. وبالرغم من إظهار السادات قضية النوبة في الكثير من خطاباته، إلا أن النوبيين لم يتحسن حالهم في عهده، وكذلك الحال في عهد المخلوع مبارك. وما بعد ثورة 25 يناير التي شارك بها النوبيون للمطالبة بإسقاط النظام والتنديد باضطهادهم خلال عهد المخلوع، ليبدأ عهد جديد في سياق القضية النوبية. فبدأت الكثير من المطالبات الحقوقية ربما لإشعال القضية دوليا، إلا أن هذا لم يجدي نفعا ولم يلقى آذانا صاغية، لتنتج جمعيات حقوقية وكيانات شبابية تطالب بحقوق عودة النوبيين وإيقاف التمييز العنصري ضدهم. ومع الانقلاب بدأ الظلم يظهر للعيان بمواجهة الإعلام الرسمي لمطالبات ومظاهرات النوبيين بشكل شرس، وإظهارهم على أنهم متمردين بل وإرهابيين أيضا. ويشهد 7 يوليو يوم النوبة العالمي والذي تنظمه الكيانات والمؤسسات النوبية لوضع القضية النوبية على رأس الطاولة الحقوقية، فتقام الكثير من النشاطات التراثية النوبية والفعاليات المختلفة في شتى الدول العربية وفي مصر تحديدا. معاناة النوبيون مستمرة، والحكومات المتعاقبة تتجاهلها كما تتجاهل أسمى قضايا الأمة، إلا أن الصوت النوبي يصل للأفق وينطلق إلى عنان السماء. عربي 21 نشرت خبر عن اشتباكات حدثت مع المعتقلين الضباط بالسجن الحربي، حصري اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي بمصر. خبر حصريا فعلا على عهدة عربي 21. كشف مصدر عسكري مصري عن وقوع اشتباكات الاثنين بين ضباط جيش مصري معتقلين على ذمة القضية 3/2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي اللي بيتبع الجيش بالهايكستيب، وذلك على خلفية عقب احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم إسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان، والذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن قبل نقله المستشفى المعادي العسكري. فرجت السلطات على الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لسنتين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة. وحامي عنان قال ان موكله خرج بالفعل وهو منزله. القصة اللي حكيناها لكم امبارح تقدروا ترجعوا لها على اليوتيوب او على الفيسبوك. ده الخبر على عهدة عربي 21. بالتفكير المنطقي منطقي، لكن لم ترد اعتقد اي تفاصيل اخرى بخصوص تلك الاشتباكات. خاشقجي الفعالية الهزلية النهاردة عملوا مسرحية كوميدية كده، انت عارف الفعاليات بتاعت الترفيه بتبقى ليها جدول، لكن دي جت مفاجأة. الأحكام على قتلة خاشقجي، حقيقة العالم شرقا وغربا بيضحك لحد دلوقتي ضحكا ممزوجا بالبكاء، معرفش يسكت. هنتابع ايه اللي حصل في أحكام السعودية، أحكام القضاء السعودي على قتلة خاشقجي صغننين، بعد أهم التصريحات مباشرة. محدش يروح بعيد.